السلام عليكم، حياكم الله، معكم نوف النغموش، واليوم في حلقة توب 10 راح نتكلم عن أفضل العشر ألعاب روكستار. في هذه القائمة راح نتجنب الكلام عن أي جزء جي تي اي، لأننا سوينا حلقة توب 10 خاصة شملت أغلب ألعاب جي تي اي، فهذه القائمة بتركز بس على باقي ألعاب روكستار. برضو هذه القائمة مبنية على معدل مراجعات الألعاب في موقع ميتاكريتيك. في المركز العاشر روكستار بريزنت تيبل تنس، وهذه هي لعبة محاكاة واقعية لرياضة تنس الطاولة، وفيها اللاعبين يرمون الكرة على بعض وبنفس الوقت تحاول تخلي خصمك يفشل في ترجيع الكرة لك، وكان يمديك تلعبها أونلاين أو أوفلاين، وكان فيه 11 لاعب مختلف وكل واحد منهم يتميز بمهارات معينة. في بداية كل إرسال كان يمديك تحدد مكان إرسال الكرة وتقدر تختار مستوى فر الكرة وقوة الإرسال. اللعبة هذه بس نزلت على الاكس بوكس 360 والوي، وبدأ تطويرها في 2005 وبعد سنة صدرت. اللعبة حبوها الكثير، وفي وجهة نظرهم إلى الآن هي واحدة من أفضل ألعاب التنس الطاولة، إن ما كانت الأفضل. معدل مراجعاتها على موقع ميتاكريتيك هو 81. في المركز التاسع The Warriors، هذه اللعبة نزلت على البلاي ستيشن 2 وهي مبنية على قصة أحداث فيلم The Warriors اللي نزل في سنة 1979، والفيلم هذا مقتبس الأحداث من رواية The Warriors من سنة 1965، وكان نظام اللعبة من ألعاب قتال الشوارع، وفيها راح تواجه مجموعات كبيرة من العصابات وبيكون عندك أنشطة مختلفة. أحداث اللعبة هي في السبعينات في مدينة نيويورك، وتتمحور حول عصابة شوارع يسمون نفسهم المحاربين أو Warriors، وهم متهمين بالقتل لكنهم ما قتلوا أحد، وبنفس الوقت انطردوا من منطقتهم فلازم يحاولون يسترجعونها في يوم واحد. أحداث هذه اللعبة هي قبل أحداث الفيلم بثلاث شهور، وكل الممثلين الموجودين في الفيلم رجعوا وأدوا أصوات شخصياتهم في اللعبة. المهمات بعضها يكون لها شخصيات مختلفة، وكل مهمة تجيك وراء الثانية مثل ألعاب الشركة القديمة. The Warriors معدل مراجعاتها على موقع ميتاكريتيك هو 85. في المركز الثامن هو Midnight Club 2. في الجزء الثاني من Midnight Club راح تتسابق في مدن قريبة بتصميمها من مدينة لوس أنجلوس، باريس، وأخيرا مدينة طوكيو. ومثل ما تعودنا من هذه السلسلة، كل مدينة بيكون فيها مناطق معينة من اختصارات ومناطق مرتفعة تنجز منها حتى تعدي فوق الانهار. ونظام السباق في اللعبة كان عندك مناطق منورة لازم تمر عليها حتى تتقدم، فما عندك مسار معين لازم تتبعه، بس اهم شيء انك تمر على هذه المنطقة المنورة الى اللي بعدها، واللعبة بتعطيك سهم متحرك يعلمك عن موقع هذه المنطقة المنورة. وكان برضو يمديك تأخذ اختصارات عن طريق انك تسوق في السطوح حتى تبعد عن زحمة السيارات. السيارات في اللعبة تشبه سيارات حقيقية موجودة، لكن مع اختلافات هنا وهناك، حتى روكستار ما تضطر تدفع رسوم ترخيص السيارات في اللعبة. معدل مراجعات Midnight Club 2 هو 86. في المركز السابع بولي. شركة روكستار في الماضي كانت تحب تنوع لنا بالألعاب، واحدة من أكثر ألعابهم المحبوبة عندنا هي لعبة بولي. اللي ما قد لعب بولي فهي لعبة تدور أحداثها حول الولد جيمي هوبكنز اللي دخل مدرسة بولورث أكاديمي، وبشكل سريع بيحاول يثبت نفسه في المدرسة من بين المشاغبين والدوافير، وهي من نوع ألعاب العالم المفتوح، فتقدر تمشي في العالم وتسوي مهمات جانبية برا المدرسة، وهدفك فيها إنك تصير أكثر واحد مشهور في المدرسة. وكان يمديك تتجول في عالم اللعبة على رجولك أو السكيت بورد، وبرضو سكوتر أو سيكل، وأخيرا الجو كارت. خلال السنة اللي نزلت فيها لعبة بولي حققت نجاح كبير وباعت بحدود 1.5 مليون وكسبت جوائز السنة من أكثر من موقع، ومعدل مراجعات بولي على ميتاكريتيك هو 87. في المركز السادس ماكس بين 3. هذه السلسلة كانت من تطوير فريق مختلف ونشرت أجزائها السابقة روكستار، بينما الجزء الثالث كانت من تطوير أحد فرق روكستار، ومن اسم اللعبة راح تلعب بماكس بين بعد 9 سنوات من أحداث الجزء الثاني اللي فيها المحقق ماكس بين اشتغل سيكيورتي خاص لرجل أعمال غني في البرازيل، ومع عمله دخل في دوامة قتل وخيانات ما قدر يطلع منها، والمهمات كانت خطية وراح تنتقل من منطقة لثانية بعد كل مرحلة. وعلى وقتها قدمت ميزة مبهرة وهو انتقال اللعبة من بين المقاطع السينمائية إلى اللعب مباشرة بدون شاشات تحميل. اللعبة من نظام ألعاب المنظور الثالث، لكن اللي يميزها هو شيء اسمه بوليت تايم اللي يخلي الوقت يبطأ وانت تطلق سلاحك، وهذا خلى أسلوب اللعب أكشني وممتع. معدل مراجعات ماكس بين 3 على ميتاكريتيك هو 87. في المركز الخامس Midnight Club 3، الجزء الثالث من سلسلة السباقات المحبوبة عند الكثير، وهذا الجزء كان هو الأشهر. اللي يميزها عن باقي ألعاب السباقات هي كونها لعبة سباق سيارات ما تركز على الواقعية لكن همها المتعة.
عندك سيارات كثير تقدر تعدلها فيها على كيفك، وتقدر تشارك في السباقات ولا تروح تناقز بالمناطق معينة. وكانت السيارات منقسمة فيها على 4 فئات A, B, C و D، وهذه التقسيمة كانت تبين لك أداء السيارة بشكل عام. بالإضافة إلى أن هذا الجزء أضاف 5 أطوار سباق مختلفة، والمدن اللي كنت تتسابق فيها في الجزء الثالث هي مدن مشابهة لمدينة سان دييغو ومدينة ديترويت الأمريكية. معدل مراجعات ميدنايت كلاب 3 على ميتاكريتيك هو 87. في المركز الرابع إلينوار، وهي لعبة تحقيق تدور أحداثها في مدينة لوس أنجلوس في سنة 1947، وكنت تلعب المحقق كول فيليبس. طبعا مثل باقي ألعاب شركة روكستار، هي من نظام ألعاب العالم المفتوح بالمنظور الثالث، وتقدر تتمشى في مدينة لوس أنجلوس على رجولك أو بالسيارة، وأغلب المهمات كانت تركز على التصويب وانت تسوق السيارة. هذا غير تواجد مهمات جانبية مختلفة فيها قصص عميقة. اللعبة طولت في التطوير وخذت منهم حوالي 7 سنوات، وكانت واحدة من أول الألعاب اللي تستعمل تقنية الموشن سكان اللي الآن كل الألعاب تستعملها. هذه التقنية تستخدم 32 كاميرا حتى تأخذ تعابير وجوه الممثلين من كل زاوية. اللعبة أعجب فيها الكثير، وكان معدل مراجعاتها على موقع ميتاكريتيك هو 87. في المركز الثالث ماكس بين، الجزء الأول اللي بدأ مشوار ماكس بين، وكان هذا الجزء من كتابة وتطوير فريق ريميدي المعروف بألعاب مثل آلين ويك وكنترول، وشركة روكستار كانت الناشرة للعبة. ووجه البطل في هذا الجزء كان يشبه وجه كاتب القصة سام ليك. هذا البطل هو محقق بالشرطة، وبعد ما انقتلت عائلته من بياع مخدرات، الرجال قام يدور عن هالبياع، وفي طريقة بدأ يسحب على الشرطة وصاحب عصابات مافيا روسية حتى يقدر يلقى القاتل. اللعبة كانت مرة محبوبة لطريقة طرح قصتها والحوارات اللي قدمتها. معدل مراجعات ماكس بين على موقع ميتاكريتيك هو 89. في المركز الثاني Red Dead Redemption، لعبة روكستار المحبوبة عند الكثير اللي تأخذك ببطولة جون مارستن، وهو يحاول ينسى ماضيه الأسود ويحاول يعيش حياة طبيعية، لكن ماضيه الأسود لحقه وجت الحكومة له حتى يساعدهم في قتل أعضاء عصابته. ومن هنا تبدأ رحلة هذا الجزء اللي بتقعد تسوي فيها خطة حتى تتخلص من أعضاء عصابتك، وفي هذه الرحلة بتقابل الكثير من الشخصيات المميزة ورح تعيش فيها لحظات ما تنسى، خاصة إذا لعبت هذا الجزء بعد ما خلصت الجزء الثاني. معدل مراجعات ردد ريديمشن على ميتاكريتيك هو 95. وفي المركز الأول طبعا هي Red Dead Redemption 2، واحدة من أجمل الألعاب على الجيل الحالي، وراح تعيش فيها تجربة مميزة وإنسانية، وبتشوف فيها شخصية جون مارستن وهو عايش مع أعضاء عصابته الغريبة. عالم هذه اللعبة ضخم وفيه شخصيات مرة مميزة مثل البطل اللي تلعب فيه آرثر مورغان. مع آرثر راح تتجول العالم وتشوف الشخصيات عن طريق المهمات الجانبية اللي تبين لك إنسانية شخصية آرثر. هذا غير كمية الأسلحة والملابس وباقي اللمسات اللي تخليك منغمس في عالم الغرب الأمريكي القديم. كل هذه العناصر المختلفة خلتها تأخذ مراجعات مرة عالية، لدرجة وصل معدل مراجعات اللعبة على ميتاكريتيك إلى 97. وهذه كانت أفضل 10 ألعاب روكستار بدون جي تي اي. علمونا عن أفضل ألعاب الشركة بالنسبة لكم، وإذا كنتم حابين تعرفون عن أفضل ألعاب جي تي اي فعندنا فيديو خاص لها، بنحط الرابط حقها في الديسكريبشن. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.